والآن المواعيد، ما أخبار الأحوال الجوية؟ ومرة أخرى رجائي رمزي. شكرا سحر، شكرا ياسر. مشاهدينا، توقعات الأرصاد الجوية غدا في هذه النشرة الجوية، نتابع. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، أيضا شمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ليصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. هذه مشاهدينا درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات. نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى، فيها 19 الصغرى 11، الإسكندرية 18 11، مطروح 17 11، بورسعيد 20 12، الإسماعيلية العظمى فيها مشاهدينا 19، أما الصغرى ف 11. محافظة السويس العظمى فيها 19 11 الصغرى، أما العريش فالعظمى فيها 18 الصغرى 8، أما طابة ف 19 12، شرم الشيخ 24 15، الغردقة العظمى فيها 23 أما الصغرى ف 13. الأقصر 25 هي الدرجة العظمى، أما الصغرى فيها ف 10 درجات. أسوان 25 11، الوادي الجديد 24 6 درجات. أما شلاتين ف 25 العظمى فيها، أما الصغرى ف 14. حلايب 23 15. والآن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة الأحد في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، وتابعوا.